السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتتي داخل وخارج أرض الوطن. إن شاء الله نلقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. إذا فيديو اليوم اللي غنطرق ليه على جلسة اليوم والمفاجأة اللي كتنتظر صاحبة الحساب حمزة مومبيبي والأخت ديالها. فبعد انتهاء هذه المرافعات في الملف ديال حمزة مومبيبي بحيث كانت آخر فصول هذا الملف على مستوى مرحلة استئناف، اليوم المحكمة اللي استكملت مناقشة هذا الملف من خلال إتمام مرافعة باقي دفاع المتهمات. وما ميزة خوتي هذه الجلسة هي صراح صوفيا شاكري، هذا الشيء اللي أكده المحامي ديالها بعد انتهاء الحكم ديالها، وأن المحكمة استمعت مرافعة باقي المتهمات وعطاتهم الكلمة وتناولوا الفصول والمناقشة ديالها كما فيما يخص الفصول ديال المتابعة، وحتى أن النيابة العامة عقبت فيما يخص هذه الخبرة اللي كان رفعها يعني محامي المغنية باش إعادة نظر في هذاك التهم وإعادة نظر في الحكم الابتدائي ديال الموكلة ديالو. هذيك الخبره اللي دلا بها دفاع المتهمات حيث تم استبعاد هذه الخبره نهائيا، وقد تم رفع ملف المداوله حتى الاربعاء المقبل حيث سيتم الحكم استئنافي بهذا الخصوص. فدفاع المدانين يسابقون اخوتي زمن من اجل براءه ديال هاد الموكلات ديالهم، وهنا كنشوفوا ان جميع المحامين اللي خرجوا يعني في هاد الخرجات يعني في هاد المساء خرجوا كيتكلموا بكل ادب وتواضع، وهذا كله خطط باش يخرجوا الموكلين ديالهم من هاد القضيه ديال الحساب المشؤوم. في الراي العام عارف شكون هاد صاحب الحساب ديال حمزه مومبيبي وشكون هو العقل المدبر، فكنتمناو من الله عز وجل من هذا القضاء اللي كان يعني كنثيقوا فيه وكنحترموه باش ياخذ المجرى ديالو الصحيح. فكفى من الظلم والحقره، فكلنا سواسية امام القانون. فكيتبين لنا اخوتي ان القضاء المراكشي فهو في مخاض عسير، فالله يفك وحيله على خير. وكنتمناو اخوتي من القضاة المحترمين يكونوا منصفين ويعطيوا لكل ذي حقه باش ياكدوا للراي العام. فجميعا صغير وكبير عارفين هذه القضيه وعارفين شكون صاحب الحساب وعارفين التهم المنسوبه اليهم، وهذا كامل اخوتي موثق في يعني في المواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك اليوتيوب. فيكفي يعني مشاهدة الفيديوهات لأنهم كيتغنوا بهذاك الحساب وكيعترفوا تلقائيا، وحتى هذوك المتهمين اللي هم داخل يعني الوداية فهم اعترفوا مبدئيا في الأول، اعترفوا على أساس أن هذيك يعني صاحب الحساب فهي مغنية لجميع معترف تلقائي، وكيتمنوا أن الحكم يكون منصف باش حتى هما ما يحسوش ديك الحقره، وحتى ان يكون الراي العام اخوتي يكون يعني الراي العام مرتاح في الضمير ديالو ومرتاح يعني في العمل القضاء اللي صراحه اللي غيقوم بواحد العمل منصف، سواء انصاف الضحايا وسواء انصاف حتى المتهمين اللي هم تحكموا عليهم في هذاك الحكم. كما ذكرت ان لا يعني القانون يعني يكون سواسية بين الجميع، هادشي اللي كنتمناو من الله عز وجل، وما بغيناش الحقرة اللي مازال هي الحاجة الوحيدة اللي كنشوفوا فيها خاصة الأستاذ المديمي اللي داخل الوداية خوتي، اللي حنا متضامنين معاه جميعا، وحتى الأم ديالو اللي كتطلب من الله عز وجل، وحتى الخرجة الأخيرة اللي هزت الصورة ديال صاحب الجلالة وكتدعي معاه كتقول لي أنا بغيتك يعني تفرحني باش تخرج الابن ديالي، لأنني عارفاه أنه مظلوم، عارفاه لأنه محكور، وأنه يعني ما يمكنش يعمل شي حاجة خارج القانون. فيكفي كذلك أخوتي الخرجات ديالو
الا دخلتوا غير اليوتيوب كذلك غتشوفوا الخرجات ديال الاستاذ الميديمي اللي كيرفع الصوت ديالو امام يعني المفسدين والحاقدين وحتى البارونات ديال العقار اللي هم بالفعل قاموا بهذا الشيء كهذه الكيديه من اجل النيل، وهذا بطبيعه الحال بمساهمه هاد العصابه ديال حمزه مون بيبي اللي حتى هما يعني القاسم المشترك ديالهم انه كان كيحاربهم، وهذا اللي خلاهم انهم يعني يقوموا بهذه الاعمال الشيطانيه، وبالتالي زجيه بالسجن اللي حنا كمغاربه ما بغيناش هذه الحقره لهذا السيد. فيكفي الناس اللي خارج ارض الوطن الجاليه المغربيه اللي كنحييهم من هذا المنبر اللي قاموا بهذاك العمل البطولي بالخرجات والوقفات رغم هذه الجائحه، فهم يعني رفعوا الصوت ديالهم للعالم، وبالتالي هذا الصوت وصل للجميع، وحتى اننا كنشوفوا مجموعه من القنوات العالميه فهم يتكلمون على هذا الحساب المشؤوم ويتكلمون عن صاحبته، كذلك يتكلمون عن هذا الرجل الحقوقي. فمجموعه من الدول العربيه اخوتي بقى فيهم هذا السيد محمد المديني بقى فيهم. احنا الحاجه الوحيده اللي كنطلبوا من الله عز وجل ان القانون يكون منصف للاستاذ المديم المناضل، وتحيه كبيره للاساتذه الكرام لوقف معاه بكل قوه وبكل ثقه وعزم، لانهم عارفين ان البراءه غتكون ويكون واحد انتصار كبير كبير جدا لهذا السيد، وغتكون فرحه للجميع المغاربه كبير وصغير. هنا غيتبين لنا ان القضاء عمل العمل ديالو ويستحق يعني الشكر والثناء بهذا العمل. فهذا امتحان لهذا القضاء اخوتي، امتحان عسير لهذا القضاء. صراحه اخوتي نحاول دائما نوقف مع هذا السيد الاستاذ مديمي حتى لاخر لحظه باش يبان الحق وباش يرجع ذاك الحق وباش يتنصفوا جميع الضحايا لهذا الحساب. كذلك اخوتي الشكر كل الشكر للفرقه الوطنيه اللي حققت في قضايا اكبر بكثير وجات يعني بالعمل ديالها النزيه وحققت في هذه الملفات الكبيره، وصراحه احنا كنتمنوا ان القضاء كذلك والمحكمه تكمل هذا العمل ديالها وتحكم على هذوك الناس اللي متورطين بالفعل، لان هذا الشيء بيناته الفرقه الوطنيه وحتى التحليلات والابحاث التقنيه اللي قامت بها يعني اكدت بالفعل ان هاد الناس يستحقون العقوبه. في انتظار القضاء يعمل العمل ديالو وتعم الفرحه والانصاف لجميع الضحايا، نلقاكم اخوتي في تمام الصحه والعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.